أعود مع السيد عمرو مجدي مدير العمليات بتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. سيد عمرو، منذ بداية إدخال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، يعني يتم عملية التنسيق بشكل بروتوكولي في هكذا حالات نعلم، لكن مسألة التضييق على دخول المساعدات والتفتيش الذي يظل لساعات طويلة، حدثنا أكثر عن حجم الصعوبات التي تواجه شحنات المساعدات التي يعني يتم إدخالها بالأحرى إلى الجانب الفلسطيني. الحقيقة أن احنا بنتابع هذا الأمر عن طريق غرفة عمليات التحالف الوطني وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. بالطبع بتحصل صعوبات بتكون كبيرة في بعض الأحيان، وخاصة مع بداية صعوبات متعمدة؟ مع بداية الأزمة ومع بداية محاولات إدخال المساعدات كان في صعوبات كبيرة ومتعمدة طبعا في إدخال المساعدات، وده اللي حقيقة دفع بينا إن احنا كلنا نكون متواجدين عند معبر رفح ونصر على التواجد لحين فتح المجال لدخول المساعدات، وده اللي حدث بالفعل فجر يوم 21 أكتوبر بدخول أول شاحنة مساعدات، هي شاحنة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمساعدات طبية عاجلة طبقا لاكواد دوليه في الحالات المعمول بها او الحالات المماثله. طب يعني كنا بنحاول ان احنا ندعم القطاع الصحي هناك في فلسطين بكل الاحتياجات اللازمه، وبعدها استمر دخول المساعدات على مدار 10 ايام، ولكن المعدلات طبعا كنا لسه ساعتها المعدلات كانت برضو ابطا من الوقت الحالي. حاليا احنا بنتكلم عن دخول اكبر للمساعدات، احنا أول يومين أو أول فوجين من القافلة الثانية وصلوا يوم السبت وبأمس الأحد وصلوا ب ما هو المدى الزمني لدخول الشاحنات إلى الجانب الفلسطيني سيد عمرو؟ احنا الحقيقة حاليا في زي ما قلت لحضرتك في يوم السبت وبالأمس يوم الأحد كانت المساعدات بتوصل إلى مدينة رفح أو إلى معبر رفح، ثم تنتظر للتفتيش، ثم تدخل في نفس اليوم او اليوم او صباح اليوم التالي في الساعات المبكره من صباح اليوم التالي، وبالتالي فاصبح المدى الزمني اقرب كثيرا في دخول المساعدات من معبر رفح، واصبحت الوتيره اسرع وحجم المساعدات اللي بيدخل اكبر، بدليل ان احنا بنتكلم عن 90 شاحنه من المساعدات دخلوا على مدار يومين. في المقابل بنتكلم عن القافلة الأولى ككل على مدار 10 أيام دخل فيها 108 شاحنة، يعني تقريبا احنا بنتكلم وصلنا لأرقام مقاربة من القافلة الأولى في يومين عمل في يومين فقط أمام معبر رفح، وبالتالي احنا مستمرين يوميا من وصول أفواج من شاحنات المساعدات بمعدل من 50 ل 65 شاحنة يوميا، ومستمرين في العمليات أمام المعبر إن احنا نسرع من عمليات التفتيش ودخول الشاحنات إلى أهلنا في فلسطين.